هذه كندا في فصل الصيف زي ما احنا شايفين كده، الجو جميل جدا، تلاقي فيه خضره. طبعا الطرق جميله، في طرق للسيارات، في طرق زي ما احنا شايفين كده خاصه بالايه بالمشاه. ده انا بجوار مول كبير، يعني ده مكان للايه للمحلات، مكان كبير جدا للمحلات، ومكان مغلق، تلاقي فيه محلات داخليه، لان هنا في فصل الشتاء بيبقى الجو صعب شويه. طبعا كندا برضو مشهوره بالاشارات، تلاقي فيه اشارات مرور كتير زي ما احنا شايفين كده. طبعا الاشجار والخضره تلاقيها كتيره جدا هنا بصوره كبيره في جميع الشوارع. وزي ما شايفين هنا في الجانب هنا تلاقي فيه دي مكان انتظار للاتوبيسات. طبعا هنا الاماكن العامه او الاماكن الخاصه بايه الحشيش ده بيقص كل فتره عشان ما يبقاش اكبر كبير او يكبر عن اللازم. واللي هنا اللي ما بيقصش الحشيش اللي بجوار منزله بيدفع غرامه. دي مكان انتظار للاتوبيس، مكان طبعا جميل، في كرسي، ومكان جميل جدا يعني يبقى ممتاز في الصيف او فصل الشتاء. طبعا هنا برضو الطيور بنشوف طيور جميله، الواحد ما كانش يتوقع ان هو ممكن يشوف عصافير او طيور هنا، الواحد بيشوف عصافير وطيور عمره ما شافها في حياته. لانهم هنا بيحافظوا على البيئه، يعني ما تلاقيش استخدام مبيدات حشريه بتقتل الطيور.